مرحبا، اليوم بدي أحكي معكم عن الطريق والمحطات. اخترت هذا العنوان لأنه جاي من عائلة، من خلفية، واخترت مهنة خلتني أمشي بطريق ومرقت بظروف خلتني أوقف بمحطات أكثر ما أني أنتمي لمكان واحد. وأكيد كل الطريق صار أنا موجودة بالدنيا كأمرأة، كإنسانة، فكوني امرأة كان شيء كتير إيجابي بالنسبة لي، كتير شيء بحبه. أحياناً كان صعب وأحياناً كان تحدي، بس بعمري ما حسيته مشكلة، بالعكس حسيت كوني امرأة عطاني الحق أني أعبر عن مشاعري بحرية كتير كبيرة وبصوت عالي، أغنيها ووصلها للعالم توصلون يرجعوا يتفاعلوا معي بعاطفة ويرجعوا ليها. أول المحطات أكيد كانت بسوريا. بسوريا كنت بعدني كتير صغيرة، كنت سنة تانية بالمعهد لما قررت أعمل ألبوم أسمر اللون. سوريا هي بلد بتتميز بأنها كتير بتتمسك بالشي العتيق أو التقاليد، وبالتالي كان في مقاومة لأني عم بعمل شي جديد، وكنت يمكن أول مغنية أكاديمية عم تعمل ألبوم منفرد مو ضمن فرقة، فكان في مقاومة. لقيت الحقيقة كانت أغرب شي من خريجات وخريجين معهد اللي قبلي، وكان في من الناس اللي بتشتغل على التراث التقليدي، وهذا شيء اكيد مفهوم منهم. الناس هي اللي حبت الشغل اللي اشتغلته لما سمعوا لما انتشر، واليوم بسبب هاي العالم انا وصلت للي وصلت له اليوم. بعدين حتى الخريجات والخريجين اللي كانوا معارضين هذا الشغل صاروا يعملوا البومات وصاروا هنا ينزلوا شغلهم لحالهم. كنت اعمل موسيقى اشتغل على التاليف والتوزيع بلا ما اعرف انه انا عم بشتغل عليها. كنت محاطه دائما بالموسيقيين من الرجال، وكانوا دايماً يقنعوني إنه أنا دوري أكتر خليني بالغنى على إنه يكون بالموسيقى. فكان في كنت حس إنه كان في تمييز على أساس العمر وعلى أساس الجنس، وهذا الشيء ما لقيته بمحطتي الثانية اللي كانت بفرنسا، لأنه بفرنسا التقيت بموسيقيين من جنسيات مختلفة، من ثقافات مختلفة، من الرجال والنساء. تعرفنا بعض، تبادلنا، ألفت، اشتغلت على حالي أكتر بكتير. بس بفرنسا سيستم العمل أو قانون العمل بيخدم المواطن الفرنسي أو الموسيقي الفرنسي أو الإنسان اللي كبر بفرنسا، وبالتالي هو أصعب على إنسان جاي من بيئة تانية أو من بلد تاني وخلفية تانية إنه يفهم نظام العمل ويفوت فيه. اللغة، الكودات الثقافية، في كتير أشياء بتخلي موضوع الانتقال على بلد أوروبي صعب. ففرنسا كان في تمييز بحسه أكتر على أساس الخلفية وطريقة الحياة والبلد يمكن أو الجنسية. رجعت بعدين انتقلت على مصر. مصر كانت حضن ودفى، والعالم العربي أنا بفهم عليه أكيد أكتر بكتير، عنا ذاكرة جماعية مشتركة، كوني بحكي اللغة العربية خلاني أقرب للعالم أكيد. مصر في اعتداد كتير كبير باللهجة المصرية، لنوصل لقلوب المصريين دائما لازم نحكي باللهجة المصرية ونغني فيها، وحتى الممثلين لازم يتقنوها. الحقيقة التمييز دائماً حيكون موجود حوالينا بطريقة مختلفة، سواء على أساس الاسم، العمر، الجنس، الدين، الشكل، اللون، الجنسية. دائماً في أسباب كتير كبيرة للتمييز، والشيء الوحيد اللي بخلينا نوقف بوجهه وما نصير واحد من كل هو التميز اللي بخلينا دائماً مختلفين وأغنياء بالشيء اللي حاملينه من زمان ومنفتحين على الشيء اللي ممكن يجي بعدين. لينا شغلنا، ضلوا بخير.